لا يجتمع الإيمان في قلب عبد وهو إذا ضاع منه شيء ذهب إلى العرافين وإلى الدجالين وإلى الكهنة باسم الدين وتواصوا بالحق، بلغوا دعوة الله تعالى، انشروا الدعوة بين العباد. كم من إنسان بينه وبين الهداية كلمة صادقة لم يسمعها، بلغ دين الله تعالى انشره بين الخلق واحتسب الأجر من الله وأخلص واتبع السنة وانشر الحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سورة عظيمة من سور القرآن بيّن الله تعالى فيها الطريق الموصل إلى رحمته، وبيّن فيها الطريق الموصل إلى الفوز الأكبر، وهو النجاة من النار ودخول الجنة، كما قال الله تعالى في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذه السورة هي سورة العصر، بدأها الله تعالى بقسم فقال: والعصر، أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الدهر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. والعصر، أقسم الله تعالى بالعصر، والعصر هو الدهر، وأقسم الله بالدهر لأن فيه الليل والنهار وفيه الفصول، وهذا يدل على أن هذا الكون له مدبر وله خالق وله مالك يصرفه حيثما شاء سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. ولله أن يقسم بما شاء، فيقسم أحيانا بالعصر، ويقسم أحيانا بالليل، ويقسم بالنهار، ويقسم بالشمس، ويقسم بالقمر، ويقسم بالفجر، وهكذا يقسم بالضحى إلى آخره. ولكن ليس للمخلوق أن يقسم إلا بالخالق سبحانه وتعالى، فنحن لا يجوز لنا أن نقسم إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي حسنه الألباني من رواية ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز لك أن تحلف بالنعمة، ولا يجوز لك أن تحلف بالأبناء ولا بالزوجة
ولا بشيخ ولا بعظيم من المعظمين إلا بالله سبحانه وتعالى. جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان أي جنس الإنسان وعامة البشر في خسران، سيخسرون يوم القيامة بدخول النار. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فأعظم خسران أن تخسر الجنة وأن يدخلك الله تعالى النار بعدله. ثم استثنى الله تعالى من اتصف بأربعة أوصاف أنه سينجو من الخسران يوم القيامة، فاحرصوا عليها جميعا أن لا يكون واحد منا إلا وهو مستعد للقيام بها حق القيام حتى يلقى ربه فينجيه من هذا الخسران ويدخله في رحمته ويدخله جنته سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، أن تؤمن بالله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى. وأعظم أصول الإيمان الإيمان بالله وحده لا شريك له، فالله تعالى لا يريد إيمانا مخلوطا بالشرك. قال سبحانه في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن كثير في تفسيره: لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. وقال ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد: قال لهم الأمن في الدنيا والآخرة وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. فالإيمان الذي يرضاه الله تعالى ليس مجرد الإيمان بأن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه المحيي المميت وأنه المدبر للكون وأنه الرب وحده لا شريك له، هذا لا يكفي. ولو كان كافيا لما كفر الله تعالى المشركين الأوائل، فإنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فسيقولون هؤلاء هم المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الله تعالى في سورة الزخرف في الصفحة الأولى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال في نفس السورة في الصفحة الأخيرة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى في سورة المؤمنين أو المؤمنون: قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله.
فهؤلاء يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، لأنهم كانوا يلجؤون إلى غير الله ويسألون غير الله، أبوا عبادة الله وحده مع أنهم يعتقدون أن الله هو الخالق وحده. فلذلك الذي يقول بأن الله هو الرب وهو الخالق ثم في الشدائد يلجأ إلى الأموات وإلى المقبورين، يقول يا فلان مدد، ويا فلان أنجدنا من هذه المصيبة ويلجأ إليهم، هذا لم يحقق الإيمان الذي يرتضيه الله تعالى، وإنما وقع في الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وأنا أتعجب من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعلم أن القرآن حق وأنه من عند الله ولا يصدق كلام الله تعالى. يقول الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهو يعتقد أن الصالح وأن الولي الميت المدفون يسمع الدعاء، والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال تعالى في سورة يونس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا قلت يا الشيخ الفلاني لا ينفعك ولا يضرك، كيف يموت عبد من عباد الله وإن كان صالحا؟ يموت فيغسل ويكفن ويحمل على الأكتاف ويذهب به إلى المقابر ويحفر قبره ويحفر له اللحد ويوضع في اللحد ويوضع من فوقه توضع اللبنات والطوب ويدفن، ثم يذهب هذا الذي حمله على كتفه يذهب إلى أقصى الدنيا أو إلى وسطها فتصيبه مصيبة فيقول يا فلان أنجدنا، كيف يتحرك وأنت الذي حملته إلى القبر؟ كيف يسمعك؟ والله تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وهنا قال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الذي ينادي غير الله ظالم، لو قيل له خذ المال الفلان خذ المال الفلاني وهذا المال حق للضعيف الفلاني يتعفف ويتورع ويقول أنا لا أظلم الناس ولا آخذ أموال الناس ولا أتكلم في الناس، يتورع عن الظلم في أقل أنواع الظلم ويقع في أعظم أنواع الظلم، فيدعو الأموات ويدعو الغائبين ويذهب إلى المقابر ويطوف بالقباب، والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق أي هناك في مكة، ويستغيث بهم ويلجأ إليهم، والله تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو في قبره تسأله الملائكة من ربك وأنت تدعوه هو غافل عنك وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لا يجتمع الإيمان مع تعليق التمائم
وهو يعتقد أنها تنفع وتضر. يقول هذه لدفع الشدائد، وهذه من السكين، وهذه من كذا، وهذه من العقرب، ويعلق في الطفل التمائم، يقول تحفظه من العين. هذا شرك بالله تعالى. الذي يحفظ هو الله، قال سبحانه في سورة يوسف: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وقال في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال سبحانه في سورة الرعد: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لأن لا تعلق شيئا، لأجل أن تتعلق بالله وحده لا شريك له. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. لا يجتمع الإيمان في قلب عبد وهو إذا ضاع منه شيء ذهب إلى العرافين وإلى الدجالين وإلى الكهنة باسم الدين، يقول لهم: أين أجد الضايع وأين أجد الضالة؟ والله تعالى يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ويقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. والملائكة يسألهم ربهم سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا كانت الملائكة لا تعلم الغيب، فكيف يقول عبد من عباد الله أن فلانا يعلم الغيب من دون الله تعالى؟ هذا والذي رفع السماء كله من الشرك بالله تعالى: وحدوا الله وافردوه بالعبادة، إلجوا إليه. الذي يريد الذرية لا يذهب إلى فلان، فلان ليس عنده ذرية، الذرية من الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال الله تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال في سورة آل عمران: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرا، وبعد: كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يلجؤون إلى الله، وهذا مقتضى الإيمان، أن تفر إلى الله وحده لا شريك له. هؤلاء الخلق ضعفاء، قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ضرب الله لنا أمثلة هي كافية في تقرير العقيدة الصحيحة والعمل الصالح الذي له علاقة بالمعتقد. المثال الأول لا على سبيل الترتيب: رجل من الأنبياء مرض سنوات عديدة وأياما مديدة وابتلي، ففر إلى الله تعالى، لم يفر إلى الخلق وإنما لجأ إلى الله. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويا ليت الناس يلجؤون إلى أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له
فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. المثال الثاني: رجل أراد الذرية وهو زكريا عليه السلام. قال الله تعالى عنه في سورة الأنبياء: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وأصلحنا له زوجه، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. قال الله تعالى في سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. إذا انكسر العبد لله وتضرع إلى الله وعلم الله منه الصدق والإخلاص والإقبال والاضطرار والخضوع والخشوع والرغبة والرهبة، استجاب الله دعاءه. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك. لم يذهب إلى فلان قال له أريد ذرية، فهب لي من لدنك، منك أنت يا الله تعالى من عندك، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. المثال الثالث: رجل أصابته كربة في بطن الحوت في ظلمة الليل وفي ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمات السماوات وفي ظلمة السحاب، يفر في ظلمة السحاب يفر إلى الله تعالى. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ففروا إلى الله عباد الله والجوا إلى الله، لا تلجوا إلى غيره، توبوا إلى سيدكم ومولاكم. من قال لا إله إلا الله فليقلها بحقها: لا إله إلا الله، أي لا معبود يعبد في الكون أو في الوجود في الوجود كائنا من كان بحق إلا الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحة كالصلاة والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل والصدقات وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران وأعمال البر، أعمال الأعمال الصالحة، وتواصوا بالحق، بلغوا دعوة الله تعالى، انشروا الدعوة بين العباد. كم من إنسان بينه وبين الهداية كلمة صادقة لم يسمعها، وهذه الكلمة عندك، عندك أنت، بلغ دين الله تعالى انشره بين الخلق واحتسب الأجر من الله وأخلص واتبع السنة وانشر الحق، يعلي الله شأنك في الدنيا ويكتب لك الأجر العظيم عنده يوم تلقاه
وتفوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتواصوا بالصبر، اصبر في هذه الحياة الدنيا، اصبر على الأقدار، اصبر على الطاعة، اصبر، لا تمل ولا تتسخط، وإنما اصبر واعمل أعمال البر واصبر عليها، اصبر على طلب العلم وعلى تبليغ دين الله، واصبر عن المعاصي لا تقع فيها، جاهد النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل جنة الفردوس مأوانا ودار قرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.